إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا الآن بهذه الأمسية الدينية والتي أعدها ويقدمها لحضرتكم الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه، ويذل من أعرض عنه وعصاه. لا مبدي لما أخفاه، ولا مخفي لما أبداه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هو خالق الخلق ومبتديه، ورازقه وكافيه، ومسعده ومشقيه. من أقبل عليه أقبل عليه، ومن أعرض عنه فتح له منافذ العود إليه. يا خالق الخلق، أنت الواحد الأحد، أنت العظيم وأنت الفرد والصمد. أنت العظيم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد. فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. سل الواحة الخضرى والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نبي ذكره في كل أرض، شفاء للصدور وذي السقام. ترنم يا شجي الطير واسعد بذكر محمد خير الأنام. نبي ألبس الدنيا جمالا، وزينها بنور واحتشام. نبي الله يا خير الأنام، فأنت شفيعنا يوم الزحام. وتليمان والإسلام، نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحيا في رحاب هذه الأمسية والتي نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتركوا.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس
هذا قال
القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكانه. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحسانه، فهو الخطاب لكل عقل تائه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، استهللنا بها هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وتليمان. ونعيش الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. نحمده على ما أسبغ من النعم وألهم من الحكم، ونستغفره سبحانه مما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على نهجك وسلك دربك إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل منا يتمنى أن يرزقه الله عز وجل ما شاء من الأطفال الصغار، وبعد أن يرزق بهذه النعمة إذا به يتعامل معها على غير الهدي النبوي. إن للنبي صلى الله عليه وسلم
منهجا في التعامل مع الأطفال أو أطفال النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا، وشكر هذه النعمة يستلزم منا أن نتعامل مع أطفالنا بمنهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في منهجه التعامل مع الأطفال بالرحمة والشفقة والمودة والمحبة، ولو أننا تعاملنا مع أطفالنا بمنهج النبي لاختلف الحال. لا يليق بنا ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بيننا من يتعامل مع أطفاله بالقسوة والغلظة، قسوة وغلظة تؤدي في بعض الأحيان إلى إزهاق الروح وإلى الإصابة بعاهات تدوم مع الطفل طيلة حياته. منهج النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. كان أرحم الناس بالعيال يعني بالأطفال الصغار. الأقرع بن حابس التميمي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن فيتعجب، كيف يقبل هذا الشخص العظيم، هذا النبي العظيم، كيف يقبل هذا الطفل الصغير؟ فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية عن عائشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أطفالنا يحتاجون في التعامل معهم إلى الرحمة لا إلى الشدة والقسوة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ ألسنتنا عند التعامل مع أطفالنا. الأطفال جبلوا على اتباع غرائزهم وميولهم الفطرية، ليس عندهم من العقل ما يمنعهم عن الخطأ، فلا يليق بنا أن نتعامل معهم بأسلوب فظ أو أن ندعو عليهم تنفيسا لغضبنا عليهم. كثير من الآباء ينفس عن غضبه مع أطفاله بالدعاء عليهم فيحدث ما لا تحمد عقباه. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها فيستجيب لكم. كثير من الناس يشكو سوء حال أولاده وربما كان هو السبب فيما وصل إليه أبناؤه. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يسأله ويشكو إليه فساد بعض أولاده. انظروا إلى السؤال الذي سأله سيدنا عبد الله بن المبارك، يقول للرجل: هل دعوت على ولدك؟ الناس الذين يدعون على أبنائهم لمجرد ما يصدر منهم، هل دعوت على ولدك؟ فقال له الرجل: نعم. فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك: فأنت أفسدت ولدك، أنت أفسدت ولدك بدعائك عليه. ينبغي أن لا يكون من الأب أو الأم تجاه أولادهما إلا الدعاء بالإصلاح والرحمة. أما الذين يدعون على أبنائهم فإنهم يسلكون بهم سبلا قد يندمون عليها بعد ذلك. أيضا من المنهج النبوي في التعامل مع الأبناء أن يتعامل معهم حسبما يليق بحالهم وسنهم وطفولتهم. لا تتعامل مع أطفالك على أنك رجل كبير، ولكن تعامل معهم على أنهم أطفال صغار.
جبلة بن سحيم دخل على معاوية رضي الله عنه وهو يلاعب بعض أطفاله، فاستنكر ذلك، فاستنكر عليه ذلك، كيف تكون أمير المؤمنين وتنزل إلى هذا المستوى من ملاعبة الأطفال؟ فقال له معاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له صبي فليتصاب له، يعني فليعامل صبيانه بما يناسب سنهم. ودخل عامل لعمر بن الخطاب، دخل عليه فوجد عمر مستلقيا على ظهره ووجد صبيانه يلعبون على بطنه، فاستنكر ما يفعله عمر وهو أمير المؤمنين. فقال له عمر: فكيف أنت مع أهلك؟ يسأل عامله الذي يوليه منطقة أو مكانا أو دولة من دول المسلمين، كيف أنت مع أهلك؟ فقال: إذا دخلت سكت الناطق، حينما أدخل البيت يسكت الجميع. فقال له عمر: إذا كنت لا تشفق على أهلك فكيف تشفق على أمة محمد؟ لا تتولى لنا عملا. وعزله عمر لأنه علم أنه ليس رحيما وشفيقا مع أهله. إخوة الإيمان والإسلام، إن ديننا الحنيف يدعونا إلى الرحمة والرفق، خصوصا بأطفالنا، حتى لا نسمع ما نسمعه كل يوم من القسوة والغلظة في التعامل مع الأطفال، وهو سن لا ينبغي أن يعامل إلا بالرحمة واللين. ولعل البعض يسأل: إذا كنت تدعونا إلى التعامل مع الأطفال بالرحمة واللين، فماذا نفعل في تربيتهم؟ أليست الشدة تصلح الأولاد؟ نقول إن أنسب أسلوب للتعامل مع الأطفال في تربيتهم أن يسلك بهم في السنين الأولى من حياتهم، أن يسلك بهم سبيل الرحمة والرفق واللين. فإذا عقلوا، إذا بلغوا سنا يعقلون فيه، يسلك بهم الأب أو المربي يسلك بهم سلوكا يجمع بين الشدة واللين، وليس شدة مفرطة. وكل ما ورد من أدلة في ضرب الأولاد، كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعض الناس يفهم الضرب في الحديث فهما خاطئا، ليس المراد به ضربا يؤلم أو يؤدي إلى جرح أو عاهة في بعض الأحيان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع إلى هذا، وإنما الضرب المراد في الحديث ضرب يراد به الإعلام لا الإيلام، يعني ضرب تعلم به الولد أنه أخطأ وأنك غاضب منه، وليس ضربا يؤلمه أو يكسر نفسه أو يهينه بين أقرانه. هذا هو المنهج النبوي في التعامل مع الأبناء، حتى ندخل جميعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كنت رحيما بأهلك كنت جديرا برحمة الله بك في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد مكي في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إلهي، ما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتك، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره. إلهي، استشفعت بك إليك
واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك، راغبا في امتنانك، قاصدا جنابك، وافدا إلى حضرة جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك، فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. نختم هذه الأمسية بالابتهال والدعاء من الشيخ عثمان هلال. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه على قدري أصوغ لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحا ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتنجريحا وداوي بالوصال فتم عنا وداوي بالوصال فتم عنا يروم القرب من منك ليستريح فموسى رد بعد دعاء ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا ألم نشرح ورب شرح لقدرك سيدي أضحى مبيحا معك الخلق المولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على الشافي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على المكمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى عليه في سماء الله جل علا صلى عليه في سماء يا مادحين النبي زيدوا
بدر الحبيب بيغذي الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. ذكر النبي بيغذي الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. يا عاشقين النبي زيدوا الصلاة على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره، فهو النبي الذي تأتي الملوك له على الرؤوس فتأتيهم مفاخره، وهو الطبيب لداء الناس كلهم يشفي السقيمة وللمكسور جابره. صلى عليه إله الخلق ما طلعت شمس وما ناح فوق الغصن طائره. بالابتهال والدعاء من الشيخ عثمان هلال وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. لكم تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.